بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بناء ومد الأرض علاماء وخلق آدم وزوجه حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء الأنقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالإخوة الحضور كل حسب مقامه الرفيع وحسبه المنيع، وبالأخوات الحاضرات كل حسب شريف علمها ورتبتها ورفيع قدرها ومرتبتها. يسرني دكتورة خولة حمد الزيدي بأن أكون معكم في هذه الأمسية الراقية احتفالا واحتفاء باليوم العالمي للرجل، والذي تقيمه منصتكم، منصة أريد للباحثين الناطقين بالعربية، مشكورة برئيسها سعادة الدكتور سيف السويدي وأعضائها وإداراتها العلمية والإعلامية والإلكترونية. وأذنوا لي بأن أطوف بكم وأطوف معكم في رياض فيها من كل نور ربيع وحسن بديع، لمن شاء منكم أن يبتاع أو يبيع، في رياض أولها جنة تزينت بخلقه العجيب وصنعه المهيب. تساءلت الملائكة عن وجوده وتعجبت حين سأله ربهم من ردوده، فكان جوابه دليل علم ومنبع فهم. سكن الجنة ونزل الأرض ليعمرها ويصنع الحياة فيها مع زوجه حواء لتزهر الدنيا ويكون الربيع بأول رجل مقامه رفيع، ويكون الأصل لسلالة ونسل لأنبياء كرام ولرجال عظام، رجال المكارم والمكرمات وصناع الحضارة والمعجزات. هم الرجال عند الشدائد إخوان، ولزوجاتهم خلان، ولأبنائهم آباء، ولأخواتهم أشقاء أخوالا وأعماما. فأعيروني سمعكم يا كرام لنبدأ الكلام عن ذلكم الهمام بلسان عالمات وشاعرات أديبات. تجمعنا احتفاء بيوم الرجل الفريد مع منصتكم، منصة أريد، التي تتميز بكل راق وجديد. فهيا بنا وعلى بركة الله إخوتي وأخواتي لنتنزه بتلك الرياض، ونتعطر بشذا تلك النسمات، ولننظر بما ستخبرنا الهمسات من تلكم العالمات والشاعرات الراقيات. فهل أنتم مستعدون لننطلق لأجمل الرحلات؟ وسيكون المبتدأ مع كلمة المنصة بهذه المناسبة.